شو سمعت؟ أكيد كل واحدة فينا تحب تبدأ عام جديد مزينة وفرحانة بروحها. دونك اليوم باش نحكيو شنو اللبسة اللي نلبسوها ليلة راس العام، مام حتى كي نبداو في الدار مشنا خارجين وإلا نعملوا سهرية هكا لما هيك علاش بعد العشي بعد ما نحضروا طاولتنا وكل نعطيو وقت رواحنا ونحطوا الحطة. نبداو باللي غاب، ثم برشا شوا دي غاب نجمو نلبسوهم. الغاب مثلا تبدا دان ميني اون نوار اون روج، لي غاب تكستوري سني موضة برشا لي غاب تكستوري اللي كول متاعهم وإلا لي مانش يبداو افيك بلوم وإلا تزيدنا القوة، لي غاب مولونت لي غاب بايتي زيدا توندونس ونجمو نلبسوهم لي تراس العام وتبدا هكا شيكو مزيانة. لي غوب ايفازي ميني والا زيدا لي غوب لونغ نجمو نلبسو زيدا انصامبل، يبدا بونطالون مزيان كو سوسوا نوار روج روج بريك زيدا الفير الكاميل لي مزيان، ونختارو معاهم توب والا بول يبدا مزيان هكا ساتان حاجة مزيانة كسرو بها الكولور كو سوسوا في النوار والا نيود، والا نلبسو حاجة من الفوق كولوري ومن لوطا نلبسو كولور اونيك كيما النوار والا البلون كاسي. ونجمو زيدا نلبسو شورت والا جوب ومعاهم توب والا تيشيرت باش تبدا لبستنا هكايا سبور شيك ومزيانه. دونك كل وحده تلبس الحاجه اللي ترتاح فيها واللي تعرفها تواتيها زيدا، واي حاجه تلبسها راهي تطلع عليك مزيانه خاطر انت مزيانه في عينيك وفي عينين الناس اللي تحبك. وهذه كانت استوس مود لليوم.